خلوني اقول لكم ان وزاره التربيه والتعليم عملت زي، مش عايز اسميه كتيب بس اعتبره كتيب يا سيدي، هو عرض تفصيلي لشكل امتحانات الثانويه العامه هتيجي شكلها عامل ازاي، وبالتالي يصبح ده من وجهه نظرنا دليل الطالب الهمام، دليل الطالب الناصح، دليل الطالب اللي عاوز يجيب درجات كبيره مش بس ينجح. خلوني اخد معانا زميلنا العزيز شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. ازيك يا شادي؟ اهلا بيك يا يوسف، تحياتي ليك. تحياتنا ليك والله، وجهد مشكور. هتعملوا ايه تاني طيب؟ والله احنا يعني احنا طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده يوسف، احنا دايما بنحاول نستبق بخطوه دايما علشان خاطر نوضح كل التفاصيل الخاصه باي حاجه تشغل الطلاب او الراي العام في اي حاجه تمس انتظام العمليه التعليميه، الامتحانات وغيرها. طبعا احنا من فتره اعلنا عن التفاصيل الخاصه بامتحان اولى وثانيه ثانوي. صحيح. والحقيقه ان الدكتور رضا حجازي طبعا كان حريص اشد الحرص على ان يتم الكشف على التفاصيل المواصفات الخاصه بامتحانات الثانويه العامه بشكل مبكر عشان يكون في مده كافيه للطلاب ان هم يقدروا يذاكروا بالشكل السليم، وكمان يتدربوا على طبيعه الاسئله اللي هتبقى جايه ويعرفوا ايه هي المواصفات ويفهموا شكل الامتحان هيبقى عامل ازاي. دي كانت نقطة هامة جدا، لأن طبعا يعني احنا بنتكلم ان في مدة كافية بإذن الله إن شاء الله علشان خاطر الطالب يقدر يدخل الامتحان وهو مرتاح وما بقاش فيه أي يعني هواجس أو لغط أو أي نقاشات أو أي حاجة. مفيش مفاجآت. الامتحانات عاملة إزاي؟ يعني مش فجأة هيتفاجئ بإن الامتحان جاي على غير اللي يمكن كان متصوره أو في خياله أو في باله. آدي الامتحان أهو. بالظبط، حتى كمان كافة التفاصيل المتعلقة حتى بالدرجات وعدد الأسئلة وكل حاجة، كل التفاصيل النهاردة الدكتور رضا حجازي أعلن عنها بشكل مفصل وبشكل وافي وكامل علشان تبقى الرؤية واضحة بشكل كامل أمام الطلاب طبعا وأولياء الأمور. حلو جدا. طب شادي، هل المدرسين اللي ما هيبقوا موجودين مع الطلاب في المدارس تحديدا في الثانويه العامه هيبداوا يشرحوا ده للطلاب بحيث ان الطالب كده مش هقول لك ما يبقالوش حجه بس يبقى فاهم ومستوعب كويس اللي هيجرى في وقت الامتحانات باذن الله؟ طبعا هو في طبعا في الاطار ده يوسف في حقيبه تدريبيه اتعملت ل 5000 معلم بدات بالفعل على المفردات الاختباريه اللي هي بتتضمن يعني صياغه الاسئله اللي بتحاكي طبعا النظام الحالي. يعني المعلم اللي تلقى التدريب في الحقيبه دي هو هيبتدي يشتغل مع الطلاب الفتره الجايه، الاسئله هتبقى طبيعتها عامله ازاي؟ الشكل هيبقى عامل ازاي؟ فيقوم يبتدي يدخل يدمج ده من خلال العمليه التعليميه للطالب علشان يفهم مش يحفظ. هي فكره في فكره الفهم ان هو يفهم ازاي يعرف يجاوب مش يحفظ الماده اللي هيجاوب عليها. طيب، وهندرب الولاد او هنعودهم ان هم يحلوا كتير واحنا صغيرين؟ يقول لك حل تمارين. هندربهم في اكتر من مره حتى لو كانت الامتحانات من غير درجات محسوبه ليهم في الثانويه العامه، لمجرد التدريب والتمرن، لمجرد الاعتياد. هنقدم لهم امتحانات في كل المواد باكتر اكتر من مره واكتر من شكل بحيث ان هم ياخدوا عليها ويكسروا حواجز الخوف كمان. هو بالفعل النهارده الدكتور رضا حجازي اعلن عن ان هو سيتم اتاحه نموذج امتحان تدريبي مع بدايه الفصل الدراسي الثاني. حلو. للطلاب على موقع الوزاره بحيث ان الطالب يتعرف على شكل الاسئله هتبقى جايه ازاي ويبتدي هو يجاوب عليها ويتدرب على طبيعه الاجابات ويبقى فاهم المواصفات الاسئله وشكلها وطبيعتها، فيبقاش متفاجئ في نهايه السنه بشكل الاسئله. وده طبعا يعني ده هيتم مع بدايه الفصل الدراسي مباشره، الفصل الدراسي الثاني باذن الله. وفقكم الله. أشكرك يا شادي، ألف 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 شكر ليك. شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم.